بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نسير مع هذا الشوط أيضا الشوط الجعدان، أسير مع البداية ومع مقدمة الشوط. راهي ذياب بن سلطان الهاشمي يتقدم مع البداية، والمركز الثاني أجد هنا سراب سعيد بن سلطان الهاشمي يقدم لنا سراب على المركز الثاني، والمركز الثالث شاهين قادم مع المركز الثالث عبد الله بن راشد بن سالم الزرعي يتقدم مع أيضا هذا الحضور المميز اللي على المركز الثالث، ولكن الدخول الوصول من المستشار سالم بن راشد الوهيبي يقدم المستشار على المركز الثاني، وهنا أيضا يعزز بقدوم سراب أحمد بن راشد الوهيبي. الله 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 الله، ولكن الحضور هنا التقدم لا زال راهي على الصدارة وعلى المقدمة، والمستشار غير المستشار، غير إلى الانطلاق الأول إلى المقدمة إلى الصدارة، راح مع البداية، راح مع الاندفاع مع هذا الرقص الجميل. هنا سالم بن راشد الوهيبي يقدم هذا الحضور، يقدم هذا أيضا الانطلاق المستشار، سلالة المستشار على المركز الأول المملوك لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. هنا هذه السلالة المميزة، تهانينا والناموس سالم بن راشد الوهيبي على فوز المستشار بالمركز الأول. المركز الثانية وصل هنا أيضا اللي فيه أسراب على أو هنا نجد محمد بن راشد الوهيبي، والمركز الثالث يتواجد في راهي ذياب بن سلطان الهاشمي. التوقيت دقيقتين 11 ثانية، تهانينا والناموس سالم بن راشد الوهيبي على فوز المستشار بالمركز الأول.